الآن موعدنا مع أخبار الطقس وبيان درجات الحرارة. فاطمة خليل في الانتظار بوقفة أخيرة مع أحوال الطقس. شكرا هبة، شكرا أدا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 25، الصغرى 13، اسكندرية 25-13، مطروح 24-11، بورسعيد 25-14، إسماعيلية 26-13 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 26-12، العريش 26-9، طابة 26-13، شرم الشيخ 28-17، الغردقة 28-17 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 28-10، أسوان 28-12، الوادي الجديد 26-7، شلاتين 28-17، حلايب 25-18 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.